نجدد لكم تحية من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير يا كويت، ونرحب بالأستاذ عبد الحميد كاشر المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية. حياك الله معنا في هذا البرنامج وشكرا لقبول الدعوة. ونبدأ معك أستاذ عبد الحميد، تكلم عن هذه الزيارة. شكرا لاستضافتي ومساء الخير كويت. أنا في الكويت لأول مرة، في إطار العلاقات الثنائية مع وكالة الأنباء الكويتية، وحنا يعني كانت عندنا علاقات تاريخية مع وكالة الأنباء الكويتية، ولكن حال الوقت يعني نجدد محاور يعني اتفاقية، بالخصوص في على ضوء يعني تطور التكنولوجي والتبادل النصوص وأيضا الفيديوهات والصور والى اخره. في هذا الاطار انا اللي جيت الى الكويت. نعم، حياك الله في ديرتك الثانيه للكويت. استاذ، مثل هذه الزياره كيف تخدم التنوع الثقافي بين البلدين؟ انا قبل ما ادخل الاستوديو كنت مع زميلكم كنا نتكلم على يعني شيء غريب، ولكن لا نعرفه كثير على بعضنا البعض. احنا ننظروا لبعضنا عبر يعني عيون أجنبية ولا تعرفوا في كثير ما يجري في الجزائر، ولا حتى في هذا الميدان الثقافي، وليس الميدان الثقافي فقط، حتى في الميادين الأخرى. والعكس صحيح مع الأسف، الجزائريين والمغاربة والأفريقية الشمالية وكل لا تعرف كثير الحقائق في دول الخليج. هذا ما يقوله يعني زملائكم، وحتى في الجزائر يعني نقول نفس الشيء. احنا في اطار التعاون هو احنا دورنا هو تبادل الاعلام والخبرات، ولان نفتحوا ابواب فقط ونعطوا فرصه للمجتمع المدني في بعض الاحيان يعني باش يتعرف على الوقائع في الجزائر، والجمهور الجزائري ولا يتعرف ايضا على الكويت. ولكن هذا يستجيب ان العلاقات الثنائيه الجيده سياسيا واقتصاديا يعني تصبح ايضا تتحسن في هذه الميادين، يعني من ناحيه ثقافيه، من ناحيه الادبيه كما تقولون وغيرها. ولكن يبدو ان المشوار طويل، يعني لا تعرفوا كثير عن الجزائر، وهذا لاحظناه وكل مره نلاحظوه، وكل ما الزوار اللي يجيو في الوفود رسميه يكتشفوا الجزائر ويقولون صراحه انهم لم يكونوا يتصوروا ان الجزائر هكا فيها التنوع، فيها المستوى، فيها الثقافة إلى غيرها. والعكس صحيح أيضا بالنسبة لأغلبية الرأي العام في المغرب وفي شمال أفريقيا، يرون أن البلدان الخليج هي عبارة عن أموال بترول ومشاكل خاصة، والواقع الأقلية فقط لتعرف أن الدول تطورت وتغيرت وراها في تطور دائم، كما ان الدول يعني شمال افريقيا والمغرب والجزائر بالخصوص اللي هي بلادي ونعرفها اكثر، تغيرت كثير. نعم. في كل نواحي يعني. نعم. استاذ عبد الحميد، بما انك ذكرت طبعا ان هذه اول زياره للكويت. نعم. ودي اعرف انطباعاتك عن هذه الزياره، شلون شفت الكويت؟ يعني ما اقدرش نقول لك تفاجات، اللي كنت محضرت نفسي وتكلمت مع زملائي قبل المجيء الى الكويت. لا، ما احلى علاقتي، كنت مرتاح جيدا يعني. زملائي في وكالة الأنباء الكويتية عندهم علاقات خاصة بوكالة الأنباء الجزائرية، وأنا كصحفي منذ أكثر من 35 سنة في وكالة الأنباء، من زمن طويل يعني عندنا علاقات وتقدير لوكالة الأنباء. كنا هي كانت في الحقيقة من أبرز وكالات دول العرب يعني منذ سنوات، مش يعني شيء جديد. لكن أنا نظرة الكويت عبر ما كانوا يقولوا لزملائي، كنت جيت عندي بضعة ساعات فقط تجولنا شوية في الكويت، وستكون لي أيضا فرصة غدا أن نلتقي بناس أخرين قطاعات أخرى خارج يعني وكالة الأنباء وجول. وتوعدت يعني نعود نرجع مرة خلال لإجازة على الأقل أسبوع، باش واحد يتعرف ما يكتفيش ببضعة ساعات
احنا ندوا بهالاحكام المسبقه ما قدرش نعطيك راي بعد 4 ساعات في الكويت، ولكن الاحساس العام هو انه ايجابي، ويعني واحس بالاخويه بين الحمد لله، والاستقبال كان جيد جدا من طرف كل الناس يعني مش غير وكاله الانباء. نعم، كل من التقيتهم يعني الحمد لله. استاذ عبد الحميد، الجزائر طبيعه ادبيه وثقافيه وتاريخيه سياحيه، خلينا نتكلم عن الجزائر. الجزائر تمام، ما عندناش الوقت كثير باش نتكلموا على الجزائر. هي الجزائر اصبحت يعني من البلدان العربيه اللي اكثر غناء ثقافي، وهذا مش معروف كثير. يعني انتم ما يهمكم بالجانب هذا الثقافي والادبي، كثير ما يعني يكتشفوه العرب في الخارج، خارج الجزائر يعني، هذا عجز حتى الجزائريين يعني ما يصدروش ايضا ما ينتج. كان نشاط ثقافي هام بالخصوص الاجيال الجديده، يعني الشبان اللي اقل من 30 سنه في الادب في الاداء، ثم ربما تعرفوا الا بعض المغنيين المشهورين في العالم، ولكن كاين اشياء كثيره، كاين اشياء تراثيه يعني حيدوها، مثلا كاين قصائد اللي عندهم اكثر من 5 قرون يعني ما زالت تتداول في البلد معروفه وتتجدد، والشبان يعني حينها. كاين المسرح ثاني عنده حركه تجديد، سينما، الكتابه، الادب الى اخره، وهذا مش معروف يعني في الحقيقه، ومش عكس ما يقال في البلدان، مش غير باللغه الفرنسيه، حتى اللغه الثانيه في الجزائر هي اللغه الامازيغيه. كاين مئات كتب تنشر سنويا، مئات في السنوات الاخيره على كل حال، الحركه الجديده كاين مئات باللغه. احنا عندنا في الجزائر كما تعلمون لغتين، العربيه والامازيغيه، وطنيه ورسميه يعني. الله يعطيك الصحه والعافيه استاذ عبد الحميد، لازم نزورها الجزائر ضروري. احنا نفتحوا البيبان كوكالات انباء، البيبان واسعه يعني، نفتحهم نظريا على الاقل، كتابيا وننتظر يكون تبادل يعني حقيقي بين ان شاء الله. اهل الذكر. نشكر طبعا تواجدك معنا في هذا البرنامج، برنامج مساء الخير الكويت، ونتمنى لكم طبعا التوفيق في هذه الزياره وتكون سعيد فيها باذن الله.